وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي أن استثمارات مشروعات الطرق المنفذة بمدينة القاهرة الجديدة بلغت حوالي 5,650,000,000 جنيه، منها 1,650,000,000 جنيه بخطة العام المالي 2017-2018، و4 مليارات جنيه أخرى بخطة العام المالي 2018-2019. وأضاف الوزير أنه يجرى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحاور الرئيسية والأحياء السكنية مثل المحاور الطولية، وكذلك ربطها بالطريق الأوسطي والمحاور العرضية، وربطها بطريق السويس الصحراوي وطريق القطامية العين السخنة، وتوسعة ورفع كفاءة جميع طرق مراكز الخدمات بالمدينة بالأحياء، وإنشاء الأعمال الصناعية التي يحتاجها المحور.